أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: نسمع من كبار السن إذا اشتد الحر في الصيف يقولون هذه لهائب الجوزة، فما حكم هذا القول؟ يعني وقت الحر، طلوع الجوزة هو وقت الحر، أما إن كانوا يقصدون أن الجوزة هي اللي سببت الحر هذا لا يجوز، الاعتقاد الجاهلية والمنجمين. أما إن كانوا يقولون هذا وقت الحر، إذا طلعت الجوزة يصير الجو حار، أو الكليبين أو المرزم، هذه عادة أجراها الله، وهذا الوقت وقت حر ما في شك. إن كان هذا من باب التوقيت فلا بأس، أما إن كان من باب الاعتقاد إن هذا لا يجوز، وهذا هو التنجيم. نعم.